طلب مني اشتغل على سلسلة الانتاج الخضار، بما انه المنطقة اللي انا استلمتها كتير في زراعة خضار خارجية وبالبيوت المحمية، وقررنا ننقي يعني مع اللجنة اللي قعدت معها كذا مرة، ومع يعني قعدنا معهم كمجموعات او كافراد، قررنا ننقي اول شيء انه ناخد نوع معين من هالخضار ببيوت النايلون هو البندورة. بس بما انه ما عندنا كل المعطيات الاحصائيه عن هيدا المنتج، رجعنا قسمنا انه حنشتغل على 3 اصناف او 3 سلالات او 3 عائلات بالاحرى، اللي هي الخضار الورقيه، الخضار الثمريه، والخضار ذات الدرنات والابصار، بالمنطقه بعكار وبشمال لبنان. هلا وقت اشتعدنا اجتمعنا وعملنا تحت يعني عملنا قعدات كرمال تنطلع وندرسها لسلسله الانتاج والتحديات اللي عم نواجهها. هالتحديات عم تكون في عده على كذا محل، كذا ليفل، منهم على الصعيد اللي بالمزرعه، يعني من الزرع، من العنايه بالمزروعات، من القطف، في كتير يعني محلات معينه. وبالنسبه على صعيد المزرعه، المشكلة الأساسية ما في عندهم وعي كيف يحطوا الكيماوي، كيف يستعملوا المبيدات، وهيدي اللي عم تسبب كتير إنه يتكلفوا كتير كمية مصاري على العناية على حق المبيدات وحق الكيماوي الأسمدة، بس مش عم يستعملوه بمحلهم، يمكن عم يكبهم على الفاضي، يعني عم يدفع وعم يصير في عنا ترسبات كتير بالخضرة اللي عم ناكلها أو بالخضرة اللي عم تنتج، وبالماء كمان عم يصير في عنا تلوث للمياه، يا المياه الجوفيه او المياه المارقه، يعني اذا المياه الجاريه. سو قررنا بالاخير انه التحدي الاساسي اللي نشتغل عليه هو التخفيف من الاستعمال او الترشيد باستعمال او الاستعمال المبيدات. التحدي هو استعمال المبيدات الجائر بطريقه عشوائيه، منا منظمه، منا مدروسه، يعني ما عنده ملف يقعد يكتب او سجل انه انا اليوم رشيت هيدا الدواء، هيدا الدواء لازم يكون بده 10 ايام تقدر اقطف، لا بيرش بيقطف بنزل على السوق.